ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية ودعم القطاع الطبي السوري لمواجهة التحديات المماثلة في هذا الصدد، وصلت العاصمة السورية دمشق قافلة مساعدات برية تحمل 22 طناً من الأدوية والمواد الطبية بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية. ويستفيد من هذه المساعدات الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في سوريا. وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية أن هذه القافلة من المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تطلع بها دولة الإمارات لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عالمياً، مشيراً إلى اهتمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالمساعدات التي تقدمها الهيئة في هذا الصدد لما لها من تأثير مباشر في الحد من انتشار الجائحة في عدد من الدول وتعزيز قدرة الكوادر الطبية التي تمثل خط الدفاع الأول في هذه الظروف الصحية الاستثنائية في مجال الوقاية والحماية. وأكد أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الأوضاع الصحية الراهنة والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات الجائحة. سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية في إطار إطلاق التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين، وحرصاً من الهيئة على دعم قدرات الجمعية الوطنية السورية ومساندة جهودها في المجال الصحي على ساحتها المحلية. وتتضمن المساعدات الطبية المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة كورونا ومساعدة الكوادر الطبية في أداء دورها. وتعتبر هذه الشحنة الرابعة من المساعدات الطبية لسوريا حيث وصلت سابقا 3 شحنات جوا إلى العاصمة دمشق.